مساء الخير. نهار اليوم كانت الأجواء صيفية، وصلت درجة الحرارة في العاصمة عمان ل 30 درجة مئوية. هاي الليلة رح تكون الأجواء معتدلة، رح تسجل درجات الحرارة في العاصمة عمان 20 درجة. غدا نهارا رح تكون الأجواء صيفية معتدلة، رح تسجل درجات الحرارة خلال ساعات النهار 29، بالليل رح تنخفض ل 20 درجة. يوم السبت والأحد رح تستمر الأجواء صيفية، رح تسجل خلال ساعات النهار 29، بالليل رح تنخفض ل 21 درجة. نستعرض درجات الحرارة في المدن الأردنية. بداية رح نكون في المناطق الشمالية أجواء معتدلة هاي الليلة، رح تسجل بمدينة إربد 17 غدا 32، عجلون 16 غدا 30، جرج 17 وغدا 32 وأجواء حارة. بتسجل درجات الحرارة بالمفرق 18 غدا 32، الزرقاء 20 وغدا 32 درجة. مطار ملك علياء رح تسجل فيها هاي الليلة 17 غدا 31، السلط 20 غدا 31، مادبات 19 وغدا 29 وأجواء صيفية معتدلة. البحر الميت 26 غدا 36، أجواء شديدة الحرارة. الكرك 17 غدا 26، الطفيلة 18 وغدا 28. توصل درجات الحرارة هاي الليلة بمعان 19 غدا 30، بتسجل بمدينة العقبة درجات الحرارة هاي الليلة 26 وغدا 38 وأجواء شديدة الحرارة. رواشد هاي الليلة 21 وغدا 38، أجواء غائمة وحارة. أما ملخص الطقس خلال الأيام القادمة، رح تكون الأجواء صيفية معتدلة خلال ساعات النهار، طقس لطيف مع ساعات الليل وارتفاع طفيف على درجات الحرارة يوم السبت. ننتقل لدرجات الحرارة في عواصم الدول العربية والعالمية. نهاية نشرة الطقس لليوم، شكرا لمتابعتكم، عودة لك مهند. شكرا نجود.